طيب الجزئية الثانية المتعلقة بحالة المصابين، احنا بنتكلم على قائمة الأهلي في السوبر ليج فيها 30 لاعب. امبارح وانا بستعرض القائمة الرسمية احنا بنتكلم على حوالي خمس ست لعيبة مش عارفين ظروفهم ممكن يلحقوا الماتش ولا لا. على فكرة سواء سافروا او ما سافروش كده كده قائمة الأهلي في المباراة هتبقى 23 لاعب، فال 23 متاحين، ولكن كل ما يكون عندك عناصر أساسية موجودة مع كولر كل ما تدي فرصة للجهاز الفني ان يكون عنده على الدكة عناصر جيدة يقدر يدفع بيها في المباراة. احنا اتكلمنا على ديانجو بيرسي تاو وفي التدريب قدامكم تدريب الامس كانوا موجودين. طيب ربيعة، صلاح محسن، السلية، متولي، كريم فؤاد، الستة موقفهم ايه؟ امبارح في التدريب ودي لقطات هنستعرضها تاني مع حضراتكم عشان تطمنوا، احنا مش بنتكلم كلام مرسل، لما بنتكلم معلومة بمستند. ايه هو المستند؟ التدريب. تدريب امبارح شفنا رامي ربيعة كان موجود في التدريب الجماعي، شفنا امبارح صلاح محسن نزل في التدريب الجماعي، شفنا امبارح كريم نيدفيد كان موجود في التدريبات الجماعية، وفي التدريبات الفردية كان كريم فؤاد بيجري مع حراس المرمى مصطفى شوبير مصطفى مخلوف، وتم تصعيد اثنين من حراس قطاع الناشئين. كمان امام عاشور قدامكم على الشاشة، هو كريم فؤاد، وقدامكم على الشاشة كمان اليو ديانج امام عاشور. و إمام عاشور امبارح الحمد لله شارك في التدريبات الجماعية بشكل كامل. إمام عاشور جاهز بإذن الله لمباراة سيمبا التنزانية. قدامك أهو كريم فؤاد في التدريبات الفردية. طبعا التدريبات الفردية دي ده بعيدا عن المران الجماعي والتقسيمة، ودي بداية البرنامج التأهيلي، فكريم يبدو لسه قدامه شوية وقت، صعب جدا يلحق مباراة سيمبا. الترحيب بأليو ديانج، قدامكم طبعا بيرسي تاو وأنتوني مودست في المران الجماعي، رامي ربيعة كمان، خالد عبد الفتاح، كريم الدبيس، قدامكم طبعا معظم اللاعبين، امام عاشور في المران الجماعي، نقدر نقول رامي ربيعه الحمد لله موجود، نقدر نقول كريم نيدفيد، اكرم توفيق، كل العناصر هي قدامكم في المران الجماعي مع كمان محمود عبد المنعم كهربا، احمد عبد القادر. ان شاء الله باذن الله يكون الفريق جاهز لمباراه يعني سيمبا التنزاني.